في تطور جديد عن عبد الله رشدي بحكم قضائي يعود عبد الله رشدي إلى الإمامة. كشفت مصادر بالمكتب الفني لوزير الأوقاف عن عودة عبد الله رشدي لعمله كإمام بالمساجد، وذلك بعد صدور حكم قضائي يلزم وزارة الأوقاف بإعادته لعمله كإمام وليس كباحث دعوة. أوضحت المصادر أن حكم المحكمة الإدارية رقم 63433 يقضي بعودة عبد الله محمد رشدي وإلغاء القرار رقم 2930 لعام 2017 فيما تضمنه من نقل المدعي للعمل بوظيفة باحث دعوة بأوقاف القاهرة وما ترتب عليها من آثار، حيث يطبق القرار بدءا من الغد. الأوقاف طلعت وقالت أن عبد الله رشدي لن يعود إماما لمسجد السيدة نفيسة، وعبد الله رشدي نفسه طلع وكتب يعني خبر لكي يبشر به متابعيه، قال إن صدر القرار الوزاري بعودتي مرة أخرى لكافة مهامي الدعوية، ونسأل الله التوفيق في العمل والثبات على الحق، على الحق ماضون وبالكتاب والسنة ملتزمون، بعيدا عن سفاهات التنوير والتمييع وضلالات الدواعش الخوارج. وعمل هاشتاج تحتها بيقول الأزهر قادم عن هذا التطور. معنا في هذا الشأن الأستاذ أحمد عبد ماهر المحامي بالنقد والباحث الإسلامي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني بالرغم من كل ما قاله عبد الله رشدي وتكفيره لغير المسلمين خاصة الأقباط وكل ما فعله من تصريحات أثارت فتنة شديدة وبلبلة في الرأي العام داخل مصر، إلا أنه للأسف هناك حكم قضائي يلزم وزارة الأوقاف بإعادته لعمله كإمام يعني بأحد المساجد. إيه رأي حضرتك؟ الأحكام القضائية يعني بتكون بعيدة كل البعد عن اللجاج وأخطاء الفتاوى أو صحتها. الأحكام الإدارية بتخضع لقواعد إدارية تخص نظم العمل وقوانين العمل بصرف النظر عن معتقدات الأشخاص. يعني هناك رجل مسيحي يتعين في وظيفة ما، أو رجل ملحد يتعين في وظيفة ما، أو رجل مسلم يتعين في وظيفة ما، ضمانات وجوده في هذه الوظيفة ضمانات إدارية يحكمها قانون. ف عودته أو عدم عودته شيء لا يهمنا. المشكلة اللي ممكن تبحثها حضرتك إنه الأخ عبد الله رشدي كيف لا يحاكمه النائب العام على ازدرائه الدين المسيحي أو اعتباره أن الدين المسيحي كفر، أو إنه اعتباره إنه الناس اللي ما قبلتش دعوته في قتل المرتد وقتل تارك الصلاة والهجوم على الدول وسبي النساء يبقوا دول كفار. ما هو الازهر بيعلمه كده، بيعلم الناس، بيعلم عبد الله رشدي وغيره انه قتل تارك الصلاه وقتل الملحد وقتل والهجوم على الدول وهدم الكنائس ده شيء طيب وشيء جميل والمفروض انه يتم. فعشان كده انا بقول ان دي مسؤوليه دوله. الدوله بنظامها اللي بتبحث اصلا عن مدنية الدولة لا يجب ان يتحكم فيها نظم دينية شيطانية تدعي انها مسلمة. يعني النهاردة عبد الله رشدي لما بيتكلم في الناسخ والمنسوخ يقول ان في منسوخ في القرآن، او عبد الله رشدي لما بيقول ان في المسيح كافر، او عبد الله رشدي لما بيقول كذا او كذا او كذا. هذا الذي تعلمه هو الجريمة الفقهية. هذه الجريمة الفقهية يجب تقسيمها، دي فرضت نفسها على المجتمعات ويجب تقسيمها تقسيما جنائيا. انما علشان نخلط احنا الامور ونقول انه الشيخ عبد الله رشدي متخانق مع وزير الاوقاف وندخل موضوع انه قال المسيحيين كفار ومش كفار، هذا موضوع يعني لا يجوز الخلط فيه. وهذا الرجل
مثله مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، الاثنين اتعلموا غلط. ايوه يعني اتعلموا ان الدمويه تجوز في الدين. ايوه اتعلموا ان سبي النساء ده ايام عز الاسلام، وبيعلموا الكلام ده في المدارس العاديه اللي هي ابتدائي واعدادي وثانوي، في الثانوي العام، انه عز الاسلام في دخول الجيوش الى الدول واجتياحها وقتل الرجال وسبي النساء واستعباد الاطفال وغيرهم، وبيعهم كمان وبيعهم في الاسواق وقبض ثمنهم. فهذا هذا المنهج يجب ان الدوله تقف منه موقف جاد. وبعدين جميع الدول اللي بتقول انه لابد من مدنيه الدوله ومنها دولتنا احنا في مصر، يجب ان نبحث لماذا لا يريدون الشريعه الاسلاميه؟ لماذا لا يريدون بتر يد السارق؟ لماذا لا يريدون ارضاع الكبير؟ ما هو عبد الله الرشدي برضه اتكلم في ارضاع الكبير. وقال لك اصل مش مشكله ان الارضاع الكبير يعني اصل ما كانتش بتلقم الثدي، ده كانت بيحلبوها لها في كوبايه. بيحلبوا ثدي المراه البشر بيحلبوه في كوبايه علشان الافندي ده يشرب منه ويقدر يخش عليها وهي يعني اصدقها مكشوفه، لان عندهم العوره من السره للركبه طالما يعني حاجات دي. ناس اصلا المفروض يعاد تقييم بشريتها وانسانيتها ومستواهم الحضاري ومستواهم العقلي. مساله مش مساله وظيفه في مسجد في الاواف ولا وظيفه في الازهر، ده المساله اصبحت غساء تحت مستوى المجاري العموميه. للاسف كنت عايز اعرف من حضرتك يعني انه كان انضم مخرج مجدي احمد وانضم مع حضرتك ضمن قائمه طويله وتضامنته في بلاغ للنائب العام في اتهام عبد الله رشدي بتهمه ازدراء الاديان، كان ايه مصير هذه القضيه؟ الحقيقه انا لم ارفع ولم اتقدم ببلاغ ضد عبد الله رشدي. ايوه اكتفيت من الامر على الهواء، وانا لو قدمت بلاغ ضد عبد الله رشدي هيتحبس بالتاكيد. ايوه يعني زي كده الشمس بتطلع في رقعه النهار. لكن انا الحقيقه تركت هذا الموضوع، تركت القناه يومها وانصرفت، وللاسف وجئت بقناة أخرى عملت لي كمين وصورت لي إن أنا جاي لوحدي في البرنامج، وفجأة وبعد ما قعدت بعشر دقايق دخل عبد الله رشدي إلى البرنامج، مما جعلني تقريبا سبت الـ الـ الأمور تجري في إعناتها علشان ما يحصلش خناقة. أيوة. هذا الرجل اللي هو عبد الله رشدي فتنة للذين امنوا والذين كفروا على السواء، فتنه للانسان والحيوان على السواء، فتنه للعقل والجنون على السواء. والمفروض ان السيد النائب العام يشوف الافنديه اللي بتتكلم في كفر مواطنين مصريين وعاملين نفسهم ان هم اصحاب الصداره واللي هم بيقيموا الناس وكل الدين. هل المفروض انه الدين لا يتكلم فيه الا اناس بعينهم؟ دي المفروض، معلش عفوا، النائب العام المفروض يتدخل في الامر ويبقى في حاجه اسمها الجريمه الفقهيه. لابد من ارساء قرار مجلس النواب، لابد ان يرسي قانون للجريمه الفقهيه. قانون لا يزدري الاديان، وقانون لا يحجب على الحريات، ولكن لابد من احترام كل الرسالات، ولابد من احترام كل الاديان، ولابد اذا صح كلمه اديان يعني، ولابد من احترام كل الاديان، ولا حتى من يعبدون النار، حتى من يعبدون البقر، من يعبدون الفئران، يمكنهم ان يعيشوا في مصر او في اي دوله باحترام، لان بتجمعنا انسانيا، بيجمعنا اخلاق. والدين من غير اخلاق ما ينفعش يبقى دين من اصله.
وبعدين انا لم ارى ان عبد الله رشدي او غيره من رجال الازهر عرضوا الاسلام عرضا صحيحا يغري بالدخول فيه. دول بيعرضوا الدمويه والقتل والعنصريه والانحطاط الحضاري ويطالبونا بالدخول فيه. انا بتكلم الكلام ده وانا مسلم، مش بتكلم الكلام ده وانا غير مسلم. ما يعرضه الازهر ورجال الازهر وخريجين الازهر من دين مجرد انهم اناس يعرضون الدمويه والعنصريه والانحطاط الحضاري والخرافه. هو في الدنيا حد يقول ان الحمل 4 سنين، حمل المراه 4 سنين؟ وفي في الدنيا حد يقول انه في ارضاع كبير؟ وفي حد في الدنيا يقول انه في مضاجعه وداع للمراه للزوجه الميته؟ وفي في الدنيا حد يقول انه ليس على الزوج علاج زوجته المريضه؟ لابد من تقسيم جنائي لهذه المصائب. لابد ان نعرف ليه الناس ما بتخشش الاسلام، ليه الناس بتخرج من الاسلام. الشباب لقد ضرب الالحاد اصناف الاسلام. الشباب دلوقتي بيلحد، الشباب المسلم بيلحد. ليه بيلحد؟ ليه؟ ولا عايزين ننكر برضه نغرق دماغنا في الرمز؟ لماذا يتم الحاد الشباب ويبقى ابوه بيصلي وامه بتصلي وبتصوم وكل حاجه بس طيبين، لكن بيلحد ليه؟ لان المنطقه الفكريه بتاع الشاب مخالفه تماما للاسلام اللي بيعرضه الازهر. الازهر يعرض اسلاما بعيد 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 عن القران ويتصادم مع القران. احنا عايزين نعلي من شان القران. شان القران اللي بيقول وقولوا للناس حسنا. شان الاسلام اللي بيقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. شان الاسلام اللي بيقول ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. شان الاسلام اللي بيقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن الازهر مش عاجبه الايات دي كلها. الازهر بيقول قتل المرتد وامرت بقتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذه المشكله. لذلك يجب ان توضع قواعد الجريمه الفقهيه. ايوه ده صحيح، ده صحيح. متشكر جدا لحضرتك سياده المستشار أحمد عبده ماهر المحامي بالنقد والباحث الإسلامي. طبعا الكلام أو الخبر عن عودة عبد الله رشدي يعني مش هتفرق إن هو منعوه من يعني دخول جامع بعينه أو عودته لعمله كإمام بالمساجد ويعني وليس كباحث دعوة. ما هو يعني الخطر والفكر لسه موجود، بل بالعكس هو بقى معرض وبيتعرض الكثير من المتابعين ليه ولكلامه، وبعدها هنلاقي له يعني خطب ودعاوى وهيهربوا له اخبار واشرطه وسيديهات وتنتشر افكاره السامه الى داخل المجتمع المصري في ظل صمت وعجز كامل من مؤسسات الدولة وفي ظل دعم كامل من مؤسسة الأزهر اللي بيحتمي بيها. ويعني هو بيعتقد ان هو بيرفع يعني شارة وعلم صحوة الإسلام الآن بفكره المتطرف، وللأسف بنتضر كلنا من كلامه، سواء الكلام اللي بيقوله في تكفير الأقباط أو غير الأقباط.